واحد المجموعه الاسماء ربما توحي لكم بشيء. اندريا بوتسيلي، هيلين كيلر، ستيفن هوكينغ، اديسون، جون ناش. هادو ناس في العالم تعرضوا لمجموعه من الاعاقات في سن صغيره. اندريا بوتسيلي مثلا مغني الاوبرا وكاتب الاغاني الشهير اصيب بالعمى في 12 سنه، واصبحت معزوفته من اشهر المقطوعات عبر العالم. هيلين كيلر فقدت سمعها وبصرها خلال السنوات الاولى لتصبح رمزا من رموز المدافعين عن حقوق الانسان، وتعلمت اربع لغات ودرست الجغرافيا. اديسون تعرفونه جميعا، هو تمكن باختراع مجموعه من الاختراعات من بينها المصباح الكهربائي اي جون باس. كنتذكر واحد المثال جميل جدا على هامش واحد الدوره التكوينيه، قال لنا واحد المكون قال لك ايهما معاق، وعطانا واحد جوج ديال النماذج. النموذج الاول لشخص له على كرسي متحرك، له دبلومات ومجموعه من الشواهد العليا، رب بيت، متزوج واب لطفلين، وفي الجهه المقابله شخص سوي بين معقوفتين، يبلغ من السن 40 سنه، عاطل عن العمل، لا يشارك في اي نشاط تحت اي اسم، وننعته بالشخصي السوي. هذا يحيلنا على واحد المساله مهمه جدا، ملي كنتكلموا على الدمج وعلى المجتمع الدامج. المجتمع الدامج ماذا نقصد به؟ نقصد به ان جميع المتدخلين يجب ان يكونوا دامجين. المؤسسه التعليميه لوحدها ستبقى قاصره على انجاح هذا ما اعتبره حلما، والذي بدا يرى النور بشكل تدريجي. اول هذه المتدخلين هي الاسره. اشتغلنا في السنه الماضيه، كانت الاستاذه هناء اللي بالمناسبه كنهنيها على المنصب الجديد في الاكاديميه، كنا اشتغلنا في المديريه ديال المضيق الفنيدق على في اطار المشروع ديال التربيه الدامجه، مجموعه من الجمعيات ديال المجتمع المدني. واول مشكل واول حجر عثره هو الاسره في حد ذاتها، لان الاسره ترفض الاعتراف بوجود اعاقه لدى اطفالها، وهذا اول مشكل كتواجهه لا المدرسه لا الجمعيات ديال المجتمع المدني التي تريد الانخراط، وبالتالي عدم الاعتراف في حد ذاته يبقى مشكل كبير جدا. لذلك فكسب رهان التربيه الدامجه يقتضي الاشتغال على اكثر من زاويه واكثر من واجهه. اولا الجانب البنيه التحتيه، يعني من ولوجيات ومن فضاءات ومن وسائل سواء تعليميه او وسائل داخل البيت، ولكن الثقافه اللي تكلموا عليها مجموعه الاخوان في المداخله ديالهم هو التاسيس لثقافه جديده تعترف بالاختلاف. ملي كنتكلموا على مؤسسه دامجه يعني الاعتراف بالاختلاف والاعتراف بالاخر بغض النظر عن اختلافه. وكما قالت الاستاذه حوريه في معرض مداخلتها، يعني كلنا معاقون بنسب متفاوته. كاين اللي ربما عنده اعاقه ولكن لا تظهر جليه، ولكن ربما الاعاقه ديالو ابلغ واشد وطاه من واحد الانسان اللي فقد جزءا من اجزائه او فقد حتى لا اطيل. انا سعيد جدا انني انتمي لهذه المنظومه، وانني كنت كنجتهد خارج اطار يوضح المعالم ديال التدخل، وكنا كنجتهدوا سواء السي منعيش الكره ديال 3 سنوات كان جاب المديريه، واضطرينا اننا نجتهدوا نديروا واحد اننا نادابتيو نكيفوا الامتحانات ديال السنه السادسه والى اخره. الان الحمد لله كاين مشروع مجتمعي، مشروع مؤسساتي، مشروع كيتبنى هذا الشيء كامل. كاين كذلك تكوينات اللي تكلمنا عليها اللي غتجي ان شاء الله، اللي غادي تهم جميع الساده الاساتذه والمديرين وجميع المتدخلين.
لذلك أقول من أجل مجتمع دامج ومن أجل مدرسة دامجة يجب الصبر أولا، يجب الانخراط ثانيا، ويجب تغيير العقليات والتأسيس لمجتمع يعترف بالآخر.